قبل كل شيء، القيادة العسكرية الحالية مرتبطة بالفشل في الحرب في اليمن، ولكن أيضا محمد بن سلمان كوزير للدفاع هو أيضا اسمه مرتبط بهذا الفشل، وكان يجب أن يدفع أحد ما الثمن للفشل المتواصل في اليمن. وبالطبع أن محمد بن سلمان كان يفضل أن يكون القيادة العسكرية، ولكن هذا سبب واحد، وكما قلت صحيح هذا جزء من الاستعداد لصعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم. هو يريد أن يكون هناك أشخاص أولياء له بشكل شخصي وليس بالضرورة للملك السابق أو لأبيه الملك، أن يكون له أوفياء له بشكل خاص في وأن يكونوا ذوي المناصب المركزية، ولذلك غير رئيس الأركان وغير رئيس قائد سلاح الجو. كل هذه نقاط قوة قد تكون نقاطا بعيدة عداء، وليس بالضرورة من الخارج وإنما أيضا في ربما في الداخل وربما العائلة، وهذا استعداد لصعوده وتبوؤه سدة الحكم. قد يتوفى والده غدا أو بعد غد أو سيرحل سيتنازل عن سدة عن العرش، وهذا فقط سبب واحد، ولكن كما قال السعوديون أن يدخلوا دما شبابيا للجهاز للأنظمة والقيادة، فهو يعود كما قيل من جانب الآخر على عائلة المالكة بأنه يقوم بتعيين ثلاثة أمراء في قيادات. ابن بندر عين في منصب بقيادة سلاح الجو، وكلهم من جيل الأحفاد ليسوا من جيل الأبناء، وهو يرمز لجيل الأحفاد. إذا سرتم معي أنا سأعرف كيف أعوضكم، ولكن من جانب آخر انظروا ما فعلت في نوفمبر الماضي، أنني أوقفت وأقلت واعتقلت وأخذت نحو 100 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير جدا. نحن نرى هذه العمليات كلها كمأسسة قوته الخاصة وتركيز قوته، والمثير هو أن الجهاز والأنظمة السعودية التي تعرف بشكل عام عادة أن تغييرات بمحاولة أشخاص أن تأخذ سدة الحكم لأيديه كمحمد بن سلمان، النظام القبلي الديني أعتقد كلها مشلولة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو الانقسام فيما بينها، أو كونهم يعرفون أن معظم المجتمع السعودي نحو 60% من المجتمع هم شباب يدعمون محمد بن سلمان، وهذه الأجهزة كلها تفهم ذلك.